أحييكم مشاهدينا مجددا أينما كنتم، أهلا بكم إلى فقرة النقاش لهذا الصباح. إذن في اليوم 31 بعد 100 من الحرب على غزة ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني إلى 28,473 والمصابين إلى 68,146 مصاب. كتائب القسم الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أعلنت إيقاع قوة صهيونية بين قتيل وجريح في تفجير 3 أنفاق بشمال خان يونس واستهداف أخرى من مسافة 0 شرق المدينة. كما أكدت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصفها مقر قيادة جيش الاحتلال وسط خان يونس في وقت قال فيه رئيس أركان جيش الاحتلال إن الطريق ما زال طويلا بعد أزيد من 4 أشهر من الحرب. سياسيا وفي مفاوضات تبادل الأسرى، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عمل واشنطن مع قطر ومصر على مقترح لإطلاق سراح الأسرى المتبقين لدى المقاومة. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن وفد الكيان غادر القاهرة من دور مؤشر على إحداث تقدم، كما ذكرت أن موقف حماس لم يتغير. لمناقشة كل هذه التطورات والمستجدات يلتحق بنا الأستاذ صالح خواجة الخبير في الشأن الصهيوني من رام الله. أهلا بك سيدي. تحياتي لك ولضيفك الكريم وللأخوة والأخوات المشاهدين. كما يلتحق بي أيضا محمد اليمني المحلل السياسي من مصر. أهلا بك أستاذ. تحياتي لحضرتك فندم وتحياتي للسادة المشاهدين وشكرا على الاستضافة. إذن نبدأ معكم ضيفي وأبدأ معك الأستاذ صلاح. ومما نقلته وسائل إعلام عبرية أن وفد الكيان بقيادة رئيس الموساد غادر القاهرة دون مؤشر على حدوث تقدم، هل يماطل الاحتلال أستاذ صلاح لكسب الوقت من أجل اجتياح رفح جنوب القطاع؟ بالتأكيد يماطل، وهذه سياسة نتنياهو وهذا إصرار نتنياهو على ارتكاب مزيد من الحماقة والإجرام والمجازر ضد أهلنا في قطاع غزة، وهو يريد أن يستمر الحرب إلى آخر يوم في عمره في حكومة الاحتلال، وهو يدرك تمام أن هذه السياسة التي يمكن أن يحافظ على ائتلافه الحكومي ما بين سموتريتش وبن غفير الذي يدعموه بشكل كامل في الجرائم والعدوان والتطهير العرقي والإبادة الجماعية، ورغم كل الضغط من الأهالي المختطفين في داخل الأراضي المحتلة عام 48 وبعض التباينات في المواقف السياسية للأحزاب المعارضة لحكومة نتنياهو، ولكن نتنياهو يدير الظهر لكل هذه الأطراف ويدرك تمام أن مصيره إذا توقف الحرب سيكون السجن، وهذا الشهر تحديدا سيبدأ بالمحاكمة بالبدء بالوقوف والامتثال لمحكمة للقضاء الإسرائيلي لقضايا الفساد الذي تلاحقه وتطارده والذي تعتبر من أكثر القضايا حساسية لشخصية نتنياهو سواء في لدى المستوطنين في الأراضي المحتلة عام 48 أو لدى الأطراف المعارضة. ورغم الضغوطات الدولية الذي الآن نحن ننتظر ماذا سيكون رد المحكمة بعد شهر وماذا سيقدم نتنياهو وحكومته لمحكمة العدل الدولية، نعم، حسب التوصيات التي قدمت والقضايا التي تم تقديمها وإعطاء دولة الاحتلال شهر كامل لتبرير والخطوات التي ستؤخذ، ولكن أمام الحالة القائمة هناك إمعان في سياسة نتنياهو وحكومته وحكومة الإجرام في القتل والإبادة الجماعية، هناك محاولة للضغط على أكبر وجود وتجمع للفلسطينيين للنازحين الذين تشردوا وهجروا من بيوتهم بسبب الملاحقات والمجازر المستمرة منذ أكثر من 4 شهور في قطاع غزة الحبيب، ونحن نعتبر أن هذه محاولة أخرى للضغط على مصر وعلى الفلسطينيين للهجرة الجماعية الطوعية
حسب ما كان يدعيها او ما يطلب بها بشكل علني سموتريتش وبن غفير، ويريد تفريغ الوجود الفلسطيني في قطاع غزه. ولكن هذه ليست المره الاولى، اهلنا في قطاع غزه رغم الويلات والصعوبات والنكبات تذكرنا بصمود ما جرى في عام 48 وما تبقى من في الاراضي المحتله عام 48، والذي اليوم اصبح اكثر من 2 مليون فلسطيني، وكل فلسطيني في الاراضي المحتله عام 48 يعتبر وكأنه قنبلة موقوتة في الأراضي المحتلة عام 48. ولكن نحن اليوم أمام حالة صمود رغم الصمت الدولي ورغم المواقف المتخاذلة على الصعيد العربي ورغم التراجع في موقف المنظمات الدولية الذي لم تتخذ حتى الآن خطوة واحدة لوقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتشريد والنكبات المستمرة ضد أهلنا في قطاع غزة. ولربما هو الصمود الذي أربك قادة الاحتلال. أستاذ صلاح، أعود إليك. أستاذ محمد، ويعني رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مقترحا لإبرام صفقة لتبادل طبعا الأسرى مع حركة حماس، أعده قادة الموساد والشباك وأيضا الجيش وفق طبعا ما نقلته وسائل إعلام عبرية، هل يؤشر أستاذ محمد لحدوث انفجار الوضع في المنطقة؟ أولا أستاذي الكريم، كما نعلم بأن الاحتلال الإسرائيلي الآن أو منذ 7 أكتوبر وكل القواعد، قواعد الاشتباك والمناوشات، هي قابلة بالفعل إلى اشتعال منطقة الشرق الأوسط، لأن إذا تعمقنا في يعني الاشتباكات الدائرة الآن سواء في العراق، في سوريا، في لبنان، في اليمن، في أيضا فلسطين في هذا التوقيت، سواء من قبل الاحتلال الإسرائيلي وأيضا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، كل هذه المؤشرات تدل على أننا نحن مقبلين على منطقة يعني سوف يتم اشتعال فيها إلى مدة كبيرة جدا أستاذي الكريم، إلا بعض يعني المؤشرات التي تقول بأن معظم الدول في هذا التوقيت لا تريد يعني حربا إقليميا، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، نعم، وكذلك أيضا إسرائيل. هذه أيضا جزئية، الجزئية المهمة في هذا أيضا التوقيت بأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني سمحت وتمت الموافقة بخصوص حزمة من الأموال أكثر من 14 مليار دولار إلى الاحتلال الإسرائيلي. هذه أيضا نقطة. النقطة الأخرى بأن يعني يوجد بعض القرارات من قبل بنيامين نتنياهو بأن بعض القيادات الأمنية تذهب إلى القاهرة لمشاورات بخصوص هذه الصفقة بين يعني إسرائيل وبين أيضا حركة حماس. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأهم، خليني أتكلم معك، بأن في اليومين السابقين كان يوجد وعد ووعيد من قبل القبائل العربية هناك في سيناء إن تم اجتياح رفح من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا لابد أن نعلم بأن الاحتلال الإسرائيلي يعني لديه مخاوف كبيرة جدا، وإن كنا نتكلم كثيرا بأن إسرائيل لن تنظر إلى بعض الدول، لا تنظر إلى بعض القرارات، لا تنظر إلى بعض الأمور على أرض الميدان، ولكن تنظر إلى القوة، تنظر إلى مزيد من العدوانية، مزيد من الوحشية، مزيد من تحقيق هدفها على أرض الواقع التي لم يتم تحقيقها منذ 4 شهور أو على مدار 4 شهور إلى وقتنا هذا. هذه أيضا نعم. جزئية. الجزئية الأخرى التي أيضا أراها من وجهة نظري أن الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو هو يحاول إنقاذ مستقبله السياسي بمجيء دونالد ترامب، بأن تتم هذه الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، ولعل وعسى بأن دونالد ترامب يعني الشركة الاستراتيجية أو الشركة القوية بينه وبين بنيامين نتنياهو، علاقته أيضا علاقة جيدة بينه وبينهم بين الاثنين. هذه أيضا جزئية، لأن على مدار السنوات الماضية كانت العلاقة بين بنيامين نتنياهو وبارك أوباما هي علاقة متوترة، وكذلك أيضا بجون بايدن، إلا يعني موقف وحيد من قبل جون بايدن عندما تمت هذه العملية، عملية طوفان الأقصى، ذهب إلى إسرائيل حتى يعني يستنجد اللبة الأمريكية في الانتخابات المقبلة لدى الإدارة الأمريكية والرئاسة أيضا الأمريكية. هذه نعم. أيضا جزئية. الجزئية الأهم، نرى بأن هذه الحرب إن تم وقفها أو تمت
هدنة على أقل تقدير من شهر أو شهر ونصف. هذا إن دل يدل على أن قواعد الاشتباك في الدول التي تم ذكرها سواء في العراق، في اليمن، في سوريا، في لبنان سوف تهدأ. أستاذي الكريم، لماذا الهدوء؟ لأن هذا هو الهدف الأساسي، وهذه الورقة من ضمن الأوراق من قبل محور المقاومة في المنطقة. هذه نقطة. النقطة الأهم، هل إسرائيل تريد التهدئة؟ لا أستاذي الكريم، لأن أنا لا أصدق أبدا القيادات الإسرائيلية ولا أحد في المنطقة يصدق أيضا القرارات، سواء القرارات الأمريكية وكذلك أيضا الإسرائيلية. ولكن لابد أن نتكلم، هل تحتاج الآن إسرائيل إلى هذه الهدنة؟ هل تحتاج إسرائيل الآن إلى هذه الصفقة؟ هل تحتاج إسرائيل إلى هذه حزمة الأموال بخصوص الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم هي تحتاج. لماذا؟ لأن الآن الرأي العام الإسرائيلي ملتهب للغاية على مدار 5 أشهر، ويوجد مظاهرات يوميا، وهذه المظاهرات أيضا إلى أعداد كبيرة تتجاوز 100,000. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأهم، هل هذه المظاهرات وهل هذه الأزمات وهل هذه الاحتجاجات وهل هذه عائلات الرهائن تؤثر في صناع القرار في إسرائيل؟ نعم. أقول لك لا أستاذي الكريم، وإن كان يوجد تأثير، هذا التأثير أراه من وجهة نظري لا يتجاوز 50%، ولكن يوجد تأثير. نعم، ولكن أستاذي الكريم أخيرا أستاذي، بأن إسرائيل الآن تفكر 1000 مرة، سواء في اجتياح رفح، سواء في الصفقة، سواء في الأمور الاستراتيجية في هذا التوقيت. لأن أرى من وجهة نظري، برغم بأننا نسمع كثيرا بأن إسرائيل لم تحقق أي شيء على كافة الأصعدة، ولكن حققت شيئا هو أراه من وجهة نظري من أهم الأشياء، ضرب البنية التحتية بنسبة 80%. الآن قطاع غزة سواء الشمال أو الجنوب لا يصلح للعيش، سواء للأمور الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى الحياتية في الداخل الفلسطيني. نعم. طيب، بالحديث حول الغليان الذي يدور داخل الشارع الصهيوني، أريد العودة إلى الأستاذ صلاح حول ما يدور حاليا أيضا من خلافات حادة بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وقادة الجيش والموساد. ما تأثير مثل هذه الخلافات على الداخل الصهيوني أستاذ صلاح؟ الخلافات باتت واضحة، هي تراكم وهناك استمرارية. كانت الخلافات في محاولة تغيير منظومة الاحتلال أو ما يسمى بالدستور الإسرائيلي، سواء كان في موضوع تشكيلة محكمة العدل العليا وطبيعة تشكيل القضاء في هذه المحكمة، الذي أراد نتنياهو وبن غفير وسموتريتش أن تكون هي بكل يعني بمعنى أن عضوية الكنيست بأغلبيتها لصالح الأطراف الثلاث المؤتلفة، وهم سموتريتش وبن غفير ونتنياهو، والسلطة التنفيذية هي في إدارة هذا الائتلاف، وكانوا يحاولوا أن يمرروا مشروع للسيطرة على السلطة القضائية، وبالتالي تصبح الحكومة هي تسيطر على 3 سلطات في دولة الاحتلال. وكانت المسيرات واسعة ومؤثرة واقتركت أثر كبير في التراجع في شعبية نتنياهو، وجاءت العدوان على قطاع غزة وارتكاب المجازر وحماقة نتنياهو الذي يريد أن يجر دولة الاحتلال إلى أطول حروب لم يستطع لا جيش الاحتلال ولا حكومته التكيف معها، لأنهم خلال تجارب الاحتلال التاريخية كانوا يعتمدوا على الحروب الخاطفة، وكانوا يعتمدوا على نقل المعارك والحروب في الدول الأخرى. ويعتقد نتنياهو بأن أهم ما تتميز به الحركة الصهيونية والذي تروج له في كل دول العالم، بأن المنطقة الآمنة ليهود العالم هي الدولة المقامة، الدولة المحتلة للأراضي المحتلة عام 1948. نعم. واليوم هذه المنهجية سقطت وفشلت منذ 7 أكتوبر. أنا لا يوجد هناك مكان ولا مساحة ولا متر في الأراضي المحتلة عام 48 آمن لأي من المستوطنين، والدلالة أنه هناك مئات الألاف من المستوطنين في منطقة غلاف غزة وشمال فلسطين المحتلة، هم لن يستطيعوا البقاء في بيوتهم. وهذا ما يؤكد مرة أخرى بأن النضال الفلسطيني في ظل المتغيرات الحقيقية التي جرت في 7 أكتوبر وطبيعة الواقع المحيط
في المنطقة وخاصة في لبنان وفي اليمن وفي العراق، والذي أصبح أكثر تأثير ليس فقط على دولة الاحتلال، حتى على حلفاء الاحتلال وفي مقدمة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتقد بأنها استطاعت أن تستخدم بعض الدول العربية في النزاعات الداخلية، وبعض الأحزاب العربية في النزاعات في بعض البلدان في منطقة الإقليم، وفشلت. فشلت في سوريا، فشلت في لبنان، فشلت في اليمن، فشلت الآن في العراق، وهذا الواقع حتما ستفشل، وهي عمليا هناك في تناقضات في المواقف، الذي حاول البعض من الدول المتحالفة ودول الإرهاب والإجرام الذي تقود الدعم بشكل متواصل لدعم دولة الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، تدرك تمام اليوم أن لا يوجد طريق وحل ويمكن فرضه على الفلسطينيين نعم. بقوة السلاح ولا بقوة النار أمام هذه الحالة المتصاعدة، ولا يوجد خيار أمام المجتمع الدولي إلا البحث عن حلول سياسية. نحن اليوم في حالة مختلفة كليا، فرضت بسبب صمود شعبنا في قطاع غزة وصمود شعبنا في الأراضي المحتلة، في الأراضي المحتلة عام 48 والضفة والقدس، هناك معاناة يومية، نحن ليس في منأى عن المعاناة. 800 حاجز الآن في مناطق الضفة الغربية، يقسم الضفة بمخيماتها ومدنها وقراها إلى 176 كانتون. هناك بعض القرى الذي أغلقت تمام، لا يستطيع أحد التنقل والخروج من قريته بالناقلات، وفقط نعم. يمكن أن يخرج بالأرجل من مكان إلى آخر، وبعض الحواجز تقام وتمنع حرية الحركة لساعات طويلة. هناك اجتياحات في مخيمات الضفة الفلسطينية بشكل يومي، اعتداءات على المقدسات وخاصة على الأقصى المبارك، وبالتالي لن يتوقف الاحتلال عن عدوانه حتى بما فيها على المنطقة المحيطة والدول العربية المحيطة، الذي تحضر نفسها لدعم الشعب الفلسطيني بكل الأشكال، سواء كان بالدعم السياسي أو الدعم الكفاحي أو الدعم المالي أو حتى بالدعم القانوني. ونحن نقدر بعض الدول التي تقوم بجهود كبيرة، وعلى سبيل المثال الجزائر التي التقطت ما بعد قرار المحكمة العدل الدولية نعم. وإعطاء شهر لدولة الاحتلال تقديم تقريرها، تقدمت فورا بمقترح لمجلس الأمن للتقليل من حدية الجرائم القائمة، واتخاذ مواقف بلجم إسرائيل، ومحاولة للضغط على إسرائيل وشركاء إسرائيل في العالم. نحن اليوم أمام حالة قد تكون أشبه بتحالف عالمي على أقل بقعة جغرافية، وهي قطاع غزة ومناطق الضفة الفلسطينية. وهذا التحالف الإرهاب الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وتضع كل الإمكانيات والمقدرات لصالح دولة الاحتلال، حتما سيفشل أمام صمود شعبنا وأمام نعم. صلابة شعبنا وأمام إيماننا وعقائدية الانتماء لفلسطين، الذي تعتبر فلسطين بقدسيتها نعم. ومقدساتها المسيحية والإسلامية، هي المكان الذي لا يمكن لاحتلال في العالم أن يستمر ويتخلد إلى الأبد، ولا يمكن لكل سياسات الاستعمار الذي يحاول فرضه في المناطق الفلسطينية باستعمار إلى الأبد. وهناك أكثر من 21 احتلال، بعضها استمر لأكثر من 500 عام باحتلاله لفلسطين، وزال وانتهت أكبر الإمبراطوريات. نعم. وبالتالي نحن نؤمن بأن نضالنا وكفاحنا حتما بالتراكم سيؤدي إلى الحرية والاستقلال، ولكن هذا يحتاج دوما إلى تبني استراتيجية عنوانها الرئيسي وحدة الشعب الفلسطيني كأساس للحرية والاستقلال، نعم. وثانيا تبني استراتيجية مقاومة. نعم. طيب أستاذ محمد اليمني، أمس تم إيداع طلب عاجل لدى محكمة العدل الدولية من قبل رئاسة، طبعا من قبل جنوب إفريقيا، وهو ما أعلنته رئاسة جنوب إفريقيا، للنظر في قرار الكيان الصهيوني توسيع عدوانه البري نحو رفح جنوبي قطاع غزة. كيف تنظر إلى هذه الخطوة أستاذ محمد؟ يعني أستاذي الكريم، يعني الخطوة وأيضا الموقف الواضح
ومن أهم المواقف على مدار 4 شهور هو الموقف الجنوب أفريقي في محكمة العدل الدولية، موقف شجاع ومبادرة شجاعة، ونحن بلا استثناء العالم العربي أثنى على هذا الموقف، لأن هذا الموقف جاء من دولة أفريقية وليس دولة عربية. هذه أيضا نقطة. النقطة الأهم كما ذكرت وكما أقول أيضا بأن الاحتلال الإسرائيلي لا ينظر إلى سمعته في المنطقة، لا يهمه أيضا تشويه سمعته في المنطقة ولا أيضا في العالم، لأن حتى العالم الغربي المتناقض المختلف مع نفسه الداعم للاحتلال الإسرائيلي الشريك والحليف الاستراتيجي الاقتصادي السياسي العسكري لدى إسرائيل يعلم بأن إسرائيل دولة عدوانية، يعلم بأن إسرائيل دولة يعني تتسم بالعدوانية والوحشية، وأنها في هذا التوقيت تحارب القضية الفلسطينية. هذه أيضا جزئيا. الجزئية الأهم بخصوص منطقة رفح فهي أيضا لها أمور مختلفة. لماذا؟ لأن كما نعلم بأن الحدود المصرية الفلسطينية كذلك أيضا الإسرائيلية لها أمن قومي مصري، ومصر أيضا حذرت مرارا وتكرارا بخصوص هذه العملية. وأيضا أتذكر عندما جاء أنتوني بلينكين إلى القاهرة تم المحادثة معه ومع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن، والرئيس المصري أعطى بعض الرسائل المهمة إلى الإدارة الأمريكية على لسان أنتوني بلينكين. أنا أرى أنتوني بلينكين ما هو إلا أداة تحرك أمريكا يمينا ويسارا، ليس أكثر من ذلك، حتى يتبين للعالم وحتى يتبين إلى منطقة الشرق الأوسط بأن أمريكا تدفع بكل الثقلان وتدفع بكل أدواتها، حتى التهدئة، حتى الاستقرار، حتى الهدنة، حتى وقف إطلاق النار. ولكن العلن شيء والخفى شيء آخر، لأن قبل هذه الزيارة أو بعد هذه الزيارة تمت صفقة بين من؟ بين أمريكا وبين إسرائيل. هذه الصفقة هي متمثلة في صفقة أسلحة جديدة. هذه أيضا نقطة. النقطة الأهم، لابد أن نعلم بأن محكمة العدل الدولية أيا كان القرار أستاذي الكريم، ولكن السؤال المثير للجدل، وإن كان القرار في مصلحة يعني فلسطين وفي مصلحة الشعب الفلسطيني وضد أيضا إسرائيل بوقف إطلاق النار، من يرعى هذا القرار؟ هل أمريكا التي هي مع إسرائيل؟ هل أيضا بريطانيا التي هي مع إسرائيل؟ نعم. هل حلف الناتو التي هو داعم لأوكرانيا وأيضا مع إسرائيل؟ هذا أيضا سؤال مهم. هذه أيضا جزئية. السؤال في هذا التوقيت الذي لابد أن نسأله معظمنا، إلى أين تتجه منطقة الشرق الأوسط؟ أستاذي الكريم، إن لم تتعامل أمريكا الآن بحنكة وببعض الأدوات المهمة لعدم اشتعال منطقة الشرق الأوسط، لأن منذ 7 أكتوبر إلى وقتنا هذا أستاذي الكريم، ونحن نتكلم في الشهر الثاني من عام 2024، نتكلم على مدار 5 أشهر بأن المنطقة هي قابلة إلى الاشتعال. إلى متى نتكلم؟ نعم. هذا السياق أقول لك أستاذي الكريم بأن يوجد نية من قبل بنيامين نتنياهو بأن هذه الحرب تستمر على أقل تقدير، كما ذكرت في المداخلة الأولى، حتى لا أعيد الكلام مرة أخرى. السؤال الأبرز في هذا التوقيت، هل الولايات المتحدة الأمريكية هي قادرة بكل أدواتها وبكل وسائلها وأيضا هذه الأدوات أن تضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار؟ أقول لك نعم، ولكن يوجد نية، يوجد دافع، يوجد رغبة؟ لا أستاذي الكريم. لماذا؟ لأن إسرائيل تعرضت للإذلال والمهانة في يوم 7 أكتوبر. هل فقط؟ لا أستاذي الكريم، على مدار الأشهر الماضية هي بالفعل تتعرض للإذلال والمهانة. حتى تخرج من هذا السياق وحتى تخرج من هذا النفق المظلم، ذهبت إلى الشعب الفلسطيني العزل وضربت
أزيد من 100,000. وهذا الأمر ما تؤكده أستاذ محمد، هذا الأمر ما تؤكده تصريحات قادة الكيان مرارا وتكرارا، ولعل آخرها تصريح أمس لرئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي هاليفي الذي أكد أنهم يحاربون منذ 4 أشهر، وقال أنهم لا يزالوا أو قال لا يزال الطريق طويل أمامنا في غزة. أريد أن أعود إليك أستاذ صلاح حول هذا التصريح بالذات، يعني ما دلالة هذا التصريح وما يعني ما الذي يؤكده هذا التصريح في هذا التوقيت بالذات؟ يعني 4 أشهر من العدوان وأكثر، أكثر من 4 أشهر، نحن في اليوم 31 بعد 100 ولازالت آلة العدوان تواصل طبعا قصفها أو طائرات الحربية تواصل قصفها لغزة، ولكن قادة الكيان يصرون على استمرار الحرب وهم لا يدركون أيضا في ذات الوقت أستاذ صلاح يعني ما الجدوى من هذه الحرب إن لم تحقق أي من أهدافها؟ هم في البداية حينما نتنياهو بدأ يعلن أنه يريد القضاء على حركة حماس، يريد أن يسيطر على قطاع غزة، يريد أن يعيد المختطفين بقوة السلاح والحرب، فشل في كل المواقف الذي أعلن عنها نتنياهو والكبينت وحتى حكومة الاحتلال. نعم. حاولوا أن يغيروا أنهم لا يستطيعوا إنهاء وجود حركة حماس باعتبارها أنها جزء من أبناء الشعب الفلسطيني في كل الأماكن الفلسطينية. الخطوة الأخرى الذي تم الحديث عن إنهاء المقاومة في قطاع غزة وفشلوا في ذلك، سواء بمنع الصواريخ أو فشلهم في كل يوم هناك جثث يتم نقلها إلى المستشفيات الإسرائيلية قتلى أو جرحى من الجنود والضباط ومن ألوية وقيادة الكتائب لقوات الاحتلال. وبالتالي ادعاءات دولة الاحتلال الذي كان يريد أن يعتبر أن الخطوة قد تكون في الشهر الأول من عام 2024 يحقق كل ما يريده نتنياهو وحكومته وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والتوافق مع كل القيادات الأمريكية في ذلك، فشلوا. نحن دخلنا الآن 4 شهور ونصف وحتى الآن هناك نضال وبسالة وصمود وتحدي، وما تحققه إسرائيل فقط قتل أطفال ونساء ومرضى وشيوخ. وهذا العجز الذي أصبح واضح ليس فقط لنا كفلسطينيين، واضح لكل العالم، لكل المجتمع، المنظمات الدولية وحتى لحلفاء إسرائيل. ولكن علينا أن ندرك تمام أن الولايات المتحدة الأمريكية بكل مكوناتها سواء الحزب الديمقراطي والجمهوري أولويتهم دعم دولة الاحتلال باعتبارها الشريك الاستراتيجي، وقد يكون هناك تباينات في المواقف، هذه تباينات للإعلام وجزء منها تستخدم لتوجه للصوت الأمريكي للناخب الأمريكي وليس حقيقة ما يمكن أن يمثله الحراك السياسي والدبلوماسي الأمريكي. وهذا ثبت في مجلس السلام من استخدام الفيتو، بلينكين في كل مرة يتحدث في قضايا دعمه باعتبارها يهودي وصهيوني ويقود وزارة الخارجية الأمريكية في كل مرة يؤكد دعمه لدولة الاحتلال. وبالتالي نحن اليوم أمام حالة أن كل الشعارات الذي تبناها نتنياهو وكل المواقف والأهداف من العدوان والجرائم والنكبات على شعبنا في قطاع غزة، المخيف أن حتى الآن لا يوجد موقف عربي موحد ولا يوجد هناك خطوة عربية موحدة. نحن نتذكر أثناء العدوان على مصر في 56 وفي 73 حين توحدت الدول العربية ورفضت تصدير البترول لعام كامل للولايات المتحدة الأمريكية وأخضعت الولايات المتحدة الأمريكية لمواقف عربية. نحن اليوم نحتاج إلى موقف عربي يستطيع أن يظهر ليقول لا للولايات المتحدة الأمريكية ولا لكل سياسة العدوان ضد الشعب الفلسطيني، ويوقف بعض الدول التي تقيم علاقات مع دولة الاحتلال أن تعلق الدبلوماسية والعلاقة المباشرة مع دولة الاحتلال وليس أن تستخدم
لصالح دولة الاحتلال. هذه المواقف الذي يجب أن ننتقل من المواجهة الفلسطينية المنفردة إلى مواجهة فلسطينية عربية. ونحن نراهن ونقدر أن هناك بعض المواقف العربية وبعض الدول العربية الذي كان لها دور في دعم صمود شعبنا ومحاولة تبني القضية الفلسطينية كأولوية لهذه الدول، ولكن حتى الآن لم ترتقي لمستوى الجمع العربي، سواء كان في الجامعة العربية أو في المجلس الإسلامي أو الدول الإسلامية. نحن اليوم بحاجة إلى مواقف توحدنا، ونحن اليوم نحضر بالمناسبة كنشطاء وفاعلين وقوة سياسية إلى أكبر حملة عالمية قد يشارك فيها 100,000 شخصية دولية لوقف العدوان وكسر قرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي على قطاع غزة. وقد يكون نعم. هذا التحضير بوصول هذه الشخصيات إلى معبر رفح ليعلن بشكل رسمي عن اتخاذ قرار، إن لم يكن هناك موقف رسمي من المنظمات الدولية سيكون هناك حراك أوسع وأكثر تأثير على المستوى الشعبي وشعوب العالم الداعمة للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني. طيب أستاذ محمد، يعني هنالك تعنت من طرف الجانب الصهيوني يعني والكيان وقادته لمواصلة الحرب، وأيضا يعني اتساعها نطاقا خاصة في منطقة رفح التي تعج بالنازحين. اليوم في رفح أزيد من 1.5 مليون نازح هم على الحدود طبعا مع فلسطين والحدود المصرية. هذا التعنت ألا يعتبر استفزازا للجانب المصري أستاذ محمد؟ أكيد أكيد أستاذي الكريم، هذا بالفعل استفزازا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وليس هذا جديدا على إسرائيل، لأن كان يوجد استفزاز آخر من بداية الأحداث، من بداية الحرب على قطاع غزة يوم 8 أكتوبر بخصوص التهجير القسري، ومن ثم أيضا في بداية يناير أو أواخر ديسمبر 2023 كان الحديث عن محور فيلادلفيا. فيوجد الآن 3 نقاط، بداية من التهجير القسري ومن ثم محور فيلادلفيا ومن ثم الآن العملية العسكرية المرتقبة أيضا في مدينة رفح. نعم. كل هذه أيضا الضغوط على الجانب المصري، وكما نعلم بأن الجانب المصري في بداية الحرب وهو يتخذ كل الجهود وكل يعني يبذل كل قصارى الجهود أو يبذل قصارى جهوده في توصيل لحلول وحلحلة هذه الحرب على كافة المستويات، على المستوى الأممي، على المستوى الدولي، على المستوى الإقليمي. ولكن في هذا التوقيت كما ذكرت أستاذ محمد بأن هذا تعنت، تعنت من من؟ تعنت من إسرائيل، إن إسرائيل الآن لا تنظر إلى أي دولة، ولكن هي تعلم مقدار مصر، تعلم بأن مصر في هذا التوقيت لديها اتفاقية. هل هي تجازف إسرائيل بهذه الاتفاقية التي مر عليها 45 عاما أو 50 عاما؟ لأن يوجد بعض الجنرالات في الداخل الإسرائيلي حذروا من هذا الأمر وقالوا بأن علاقتنا بمصر هي علاقة جيدة. هل بنيامين نتنياهو الآن يحاول أن يفجر هذه العلاقة بهذه العملية وترجع المناوشات وترجع الأمور التوتر بيننا وبين مصر؟ نحن لا نريد هذا الأمر، ولا نريد أيضا اتساع رقعة الحرب، لأن الداخل الإسرائيلي لن يحتمل ذلك. وإن كنا نتفق وكنا على قلب رجل واحد مع استمرار هذه الحرب، ولكن استمرار على قطاع غزة ولكن لعدم فتح جبهة جديدة، هذا على لسان بعض الجنرالات الكبار في الداخل الإسرائيلي. هذه أيضا نقطة. النقطة الأهم كان في الساعات الماضية القليلة كما ذكرت في بداية المداخلة، حاولت الإدارة الأمريكية أن ترسل بعض الأموال إلى إسرائيل، ومن ثم أيضا ذهبوا بعض القيادات إلى أيضا القاهرة لبعض الصفقات وتهدئة الأجواء. الآن وكأن بنيامين نتنياهو يريد تهدئة الأجواء بينه وبين مصر أو بخصوص هذه العملية. وأيضا هناك في سيناء لا ننسى نعم. أبدا أن يوجد قبائل عربية، هؤلاء أستاذي الكريم لا يعرفون الهزار، لا يعرفون الضحك، لا يعرفون المزح ولا المرح في هذه الأمور، وقالوا بهذا النص: إن تم اجتياح رفح
فسوف نتدخل ونكون في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي مباشرة. وأنا قلت هذا في بداية المداخلة، وهذا إن دل يدل على أن إسرائيل لديها أيضا رعب أستاذي الكريم. وإن كنا نتكلم عن الجرائم التي ترتكب منذ أكثر من 5 شهور، هذا إن دل يدل على الفزع والهلع والخوف لدى إسرائيل. لأن بنيامين نتنياهو يقول في بداية الأحداث، أي إنسان سواء كان صغيرا أو كبيرا ينتمي إلى فلسطين فسوف يباد بالكامل. هذا تصريح مهم، ولكن أستاذي الكريم تصريحات المهمة كثيرة. حتى هو صرح في بداية الأحداث وقال بأننا سوف نحرر الرهائن بالقوة. أين القوة الآن؟ وأيضا القوة البشرية والجنود الإسرائيليين يتكبدون الخسائر ليل نهار على مدار 5 أشهر. هذه أيضا نقطة. السؤال الأبرز، هل إسرائيل سوف توافق على الصفقة؟ هل إسرائيل سوف توافق على مطالب حركة حماس؟ وأنا على الوجه الآخر، حركة حماس سوف توافق على بعض المطالب حتى تتم هدنة في هذا التوقيت، لأن إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار أيا كان أستاذي الكريم، هدنة أو وقف إطلاق النار. لماذا؟ لأنها لا تريد بأن حركة حماس تعيد أوراقها من أول وجديد، وتعيد أيضا أماكنها من أول وجديد، وأن أيضا تلتقط الأنفاس من أول وجديد، لأنها تعلم إن حدث هذا الأمر فسوف تعود بقوة وقوة أكثر من الأشهر الماضية. هذه أيضا جزئية. السؤال الأخير، هل حركة حماس تأثرت على مدار 5 أشهر؟ أكيد أستاذي الكريم، ولكن يوجد أنباء بأن حركة حماس تمتلك من الذخائر وتمتلك من الأمور الاستراتيجية وأيضا العسكرية التي تسمح لها بأن هذه الحرب تستمر على أقل تقدير إلى 5 إلى 6 شهور في هذا العام، عام 2024. هذه أيضا نقطة. النقطة المهمة، الولايات المتحدة الأمريكية لا تريدها حربا إقليميا بالتصريحات، ولكن تريدها حربا إقليميا على أرض الميدان. هذه أيضا نقطة مهمة، وإن كان لا يتفق معي الكثير ويقولون بأن أمريكا تحاول بأن ترد على قواعد الاشتباك أو في نطاق قواعد الاشتباك أو في أيضا نطاق الرد، ليس أيضا توسيع رقعة الحرب، وهذا الذي شاهدناه في اليمن، الضربات المتتالية على اليمن أو على الحوثيين، وكذلك أيضا على الحشد الشعبي في العراق، وكذلك أيضا في سوريا. هذه السيناريوهات أستاذي الكريم، يوجد سيناريوهات كثيرة في الأيام المقبلة. يوجد سيناريو الهدنة، سيناريو وقف إطلاق النار، سيناريو مزيد من القتل، سيناريو أيضا مزيد من الاستمرار في هذا العدوان. ولكن أنا قلتها في هذا الجانب. أريد أن أسأل أستاذ صلاح، أستاذ محمد، يعني حول ما تتكلم عنه حول السيناريوهات، أريد أن أسأل أستاذ صلاح حول السيناريوهات المتوقعة في ظل الحديث حول اجتياح رفح، ويعني تكرار لربما فشل الكيان الذي لم يحقق شيئا في شمال غزة وفي وسطها وفي خان يونس، وتكرار هذا السيناريو في رفح ولكن بمجازر أكبر وبإبادة جماعية للشعب الفلسطيني. هناك 3 أزمات تعاني منها دولة الاحتلال. أولا، أن اعتقدت حينما تريد أن تضغط على الشعب الفلسطيني أو على النازحين أهلنا في قطاع غزة في منطقة رفح سيكون النزوح باتجاه مصر، ويمكن أن يكون هناك محاولة لقطع السياج في منطقة سيناء والدخول إلى سيناء. ولكن حتى كل الصحف الإسرائيلية الذي قالت بالأمس وأول أمس أن النزوح عكسي، بمعنى العودة إلى قطاع غزة، العودة إلى غزة، العودة إلى دير البلح، العودة إلى المخيمات الفلسطينية. وهذا أمر بالنسبة لدولة الاحتلال يدرك تمام خطورة ذلك وماذا يعني، أن كل محاولات خطة التهجير ستفشل حتما أمام صمود شعبنا وأمام تمسك أهلنا في قطاع غزة في كل قطعة أرض موجودة في القطاع. والأزمة الأخرى مع مصر، مصر موقفها واضح الآن، إسرائيل تريد أن تبقي نفسها أو تضع نفسها
فوق كل الاعتبارات والعلاقة القائمة في اتفاقية جام ديفيد، وجزء من جوهر الاتفاقية الذي لا يجوز لدولة الاحتلال المس بأي من مساحات الدولة المصرية. وحينما يمكن الحديث عن الآن فيلادلفيا والخط الذي سيكون فاصل جديد وسيطرة إسرائيلية وعسكرية على هذه المنطقة، سيشكل أزمة حقيقية مع مصر، نعم. ولكن لا نعرف إلى أي مدى ستكون هذه الأزمة وكيف يمكن احتوائها نعم خلال الولايات المتحدة الأمريكية. والقضية الأخرى، نعم المحكمة العدل الدولية، ماذا سيكون بعد الشهر الذي أعطي لدولة الاحتلال؟ كيف ستكون الردود؟ هل المحكمة ستنتظر محاولات تضليل من الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك لجان مختصة في التحقيق في بعض القضايا الذي ارتكبها جنود الاحتلال في قطاع غزة في بعض المجازر، وبالتالي التحايل والمماطلة والتسويف في قرار المحكمة، وأمام المتغيرات الجديدة الذي الآن أصبح رئيس المحكمة عربي نعم لبناني، كيف سيكون هذا الأمر نعم وكيف يمكن انتزاع قرار جديد؟ والقضية نعم الأخرى، الوضع الداخلي في دولة الاحتلال. نتنياهو يريد أن يسوق بعد محاولة تحرير أو ما يسمى بعودة جنديين كانوا في بيت وتم التخطيط لإنقاذهم، بأنه يريد أن يثبت بأن القوة العسكرية هي التي يمكن أن تحرر المخطوفين. ولكن حينما يتم الرد من نعم المقاومة في قطاع غزة، وماذا ستكون حالة ما باختصار تبقى أستاذ صلاح لأن الوقت يداهمنا، حتى سيكون هناك ضغط على نتنياهو وحكومته بشكل آخر ومختلف؟ نعم شكرا جزيلا لك أستاذ صلاح خواجة، عذرا لأن الوقت انتهى. الخبير في الشأن الصهيوني حدثنا من رام الله، كما أشكر الأستاذ محمد اليمني المحلل السياسي من مصر، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا أما أنتم ابقوا معنا، فبرنامج صباح نيوز متواصل ومتواصلون معكم في فقراتنا المتنوعة، يأتيكم على رأس الساعة الزميل عمر عطاب لإخباركم بجديد أو لتقديم أخبار الرياضة، ابقوا معنا.